مرحب بحضراتكم مرة تانية. الفقرة التانية في البيت الكبير النهاردة بنتكلم عن كاس العالم لكرة اليد. منتخبنا النهاردة بيحقق نتيجة رائعة بفوزه على منتخب الاتحاد الروسي 28-23. هنستضيف النهاردة في البيت الكبير اتنين من نجوم كرة اليد في النادي الاهلي ومنتخب مصر على مستوى فني عالي جدا. هنتناقش معاهم ان شاء الله في مباراة النهاردة، مشوار فرقتنا خلال دوري او الدور الرئيسي، وفرص ان شاء الله تحقيق ان شاء الله مركز متقدم في هذه البطولة العالمية اللي بتقام على ارض مصر ان شاء الله من 13 ل 31 يناير. معانا في البيت الكبير اتنين الكباتن، الكابتن محمد ابراهيم والكابتن محمد يحيى، نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن محمد بنرحب بيك في البيت الكبير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك كابتن محمد، بنرحب بيك في البيت الكبير منورنا، وبنقول لكم اولا مبروك. الله يبارك فيك. مبروك على النهارده، نتيجه جيده جدا واداء اكتر من رائع. طبعا الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. الف الف مبروك كباتن، طبعا يعني فوز كبير مستحق. افتكر كابتن محمد انه الاداء مختلف النهارده عن الاداء اللي كان مع منتخب السويد، مباراه السويد ده. هو الحقيقه شفت الانتصار ده ازاي؟ ده حقيقي. مباراه السويد بصراحه مش عايزين طبعا نتكلم فيها كتير، هي كانت خطوه. اهم المميزات اللي حصلت النهارده طبعا الفوز ده نمره واحد، بس اهم حاجه ان حصل تدارك على طول للاخطاء اللي احنا عملناها في مباراه السويد، وده كان نجاح من المدير الفني ومن اللاعبين بصراحه. لان احنا لو شفنا مباراه النهارده هنلاقي كل الاخطاء اللي اتعملت في ماتش السويد النهارده ما اتعملتش. يعني بمعنى اصح، احنا في مباراه السويد قعدنا نشتغل دايما على الخط الخلفي، على نص الملعب، ما استغلناش الأجنحة كويس، ما استغلناش الخط الأمامي. كل الشغل النهاردة حضرتك لو شفناه، يعني لو جزأنا النقط الإيجابية في المباراة النهاردة، أول حاجة الروتيشن اللي عمله المدير الفني النهاردة باروندو، بدأ التشكيلة مغير الخط الخلفي، الباكين بتوعنا مغيرهم. دي أول حاجة، لأن طبعا روسيا كانت نازلة عارفة تشكيل مصر أو درسها كويس. بدأ البداية كويسة جدا، بدأ بلعيبة عندها المهارات والسرعات أعلى شوية. ليه؟ لأن المنتخب الروسي بيتميز بالأجسام القوية، بيتميز بالالتحامات القوية في نص الملعب، فابتدى عايز يوجد المساحات دي. يعني احنا حتى لو جينا بصينا المباراة هتلاقي السكاوتينج بتاع المباراة معظم أهدافنا جاية من الخط الأمامي، أو استغل الخط الخلفي الأول في بداية المباراة. يعني احنا مصوبين حوالي 12 كرة من الخط الخلفي وجايبين 7 أهداف، ولكن الميزه اللي حصلت من الخط الخلفي ابتدى يحصل مقابلات من فرقه روسيا، فابتدى يفتح لنا المساحات. هنلاقي محمد ممدوح هاشم النهارده جايب 6 اهداف من على الدايره، هنلاقي فيه 6 جوان جايين من الجناح الايمن وجم من الجناح الايسر، فاستغلنا استغلال جيد لاطراف الملعب الاجنحه بتاعتنا ولاعيبه الدايره، وده جاي ناتج من طريقه اللعب اللي احنا غيرناها شويه، ما لعبناش على نص الملعب شويه لان الاجسام قويه جدا في نص الملعب. يعني كابتن محمد ابراهيم، من النقط الايجابيه اللي يمكن شفناها النهارده في المباراه زي ما الكابتن قال، التنوع الهجوم بشكل مكثف جدا، وشفنا تالق احمد الاحمر. احمد الاحمر اعتقد كان ليه دور كبير النهارده في فوز المنتخب بادائه الرائع. اتكلم على المهارات الفرديه بتفرق كمان في كره اليد، وده اللي ظهر على احمد الاحمر النهارده من خلال اختراقاته وتسديده اكتر من هدف. يعني طبعا في البداية بارك للمنتخب وبارك لينا كلنا والمصر والوطن العربي كله، فوز مهم جدا كنا محتاجينه، أو هو كان عنق الزجاجة بالنسبة لنا أن ماتش زي ده يدخلنا تاني في البطولة. لأن لا قدر الله وكان حصل أي نتيجة تانية غير كده كنا هنبعد وهنبدأ نخش في حسابات، وده يكسب ده وده يخسر من ده. لكن هو ماتش زي ده حطينا في الطريق الصحيح. ممكن اختلف مع كابتن محمد سنه، طبعا مش طبعا كابتن محمد كنت بتقول لا وهو بيتكلم كنت بعمل كان بيعمل كده. لا لا مش قصدي، لا لا طبعا لا كان عندك وجهه نظر اخرى. لا لا عندي وجهه نظر ممكن تكون مختلفه، والاختلاف لا يفسد الود قضيه. انا شايف ان اداء منتخب مصر في ماتش السويد ما كانش وحش خالص خالص. نفس الاداء اللي عملناه في ماتش السويد هو اللي عملناه في ماتش التشيك، او ماتش مقدونيا هو اللي عملناه في ماتش روسيا. الاختلاف بين الثلاث مباريات بس هو ان في ماتش السويد حصل كم اخطاء بسيطه من لاعبين، مش من وجهه نظري طبعا، مش من مدرب. يعني أنا مش خطا جهاز فني، لان الناس اتكلمت على ان الجهاز الفني ما اتعاملش بشكل جيد. انا يعني ممكن اكون من ضد الموضوع ده تماما. انا معجب جدا بالمدير الفني بتاع المنتخب باروندو. الراجل انا شايفه يعني من احسن المدربين الموجودين في العالم، واداؤه ثابت من اول ماتشين اليابان اللي هو كانوا الوديين. انا اتفرجت عليهم
وفي ماتش حتى ماتش تشيلي اللي الناس كلها اتكلمت ان هو وحش، لا هو لعب نفس الطريقه، هو الراجل عنده طريقه بينفذها في اي ماتش بيلعبه. ماتش السويد احنا كنا لو اللي اتفرج على الماتش وتابعه كويس لحد دقيقه 18 في الشوط الثاني احنا ماشيين كويس جدا وفرق 3 لينا. طب مشي كان مرسوم له بالتكتيك اللي معمول، كان وصلنا للسكور اللي احنا عاوزينه وكنا كسبنا الماتش. نقطه التحول في ماتش السويد من وجهه نظري هي الطرد. احنا في توقيت معين مصري خد فيه دقيقتين وبكار خد فيه دقيقتين، نقطه التحول في الدقيقه 18 في الشوط الثاني هي دي. في التوقيت ده كان فرق 2 لينا، السويد في الفترة اللي لعبنا فيها 4 قدرت تتعادل. بعد كده حصل إصابة يحيى خالد، الإصابة دي ما حصلناش دروب في الهجوم قد ما حصلنا دروب في الدفاع في المكان اللي يحيى خالد بيدافع فيه. فأنا شايف إن دي خطأين أو ظروف حصلت في المباراة أدت للنتيجة السلبية اللي حصلت، لكن لو ما كانش ده حصل كانت هتبقى نتيجة إيجابية وكانت كل الناس هتشيد. بس خلينا أتكلم معاك معلش في نقطة، ممكن جدا ده كان مهم جدا إنك تخسر مباراة السويد. بالظبط بالظبط. يعني أنا شايف إن خسارة مباراة السويد كان ليها عامل ايجابي كبير جدا، رغم يعني انت عارف حزن اللعيبه ولازم يلموا بعض عشان يخشوا اجواء ده حصل بالطبع. فيمكن نكون بشره خير ان احنا اتغلبنا بشره خير يا رب حتى يحصل زي على فكره حركة السيناريو ده اللي بيحصل. هو حصل في 2001 اللي احنا خدنا فيه مركز رابع، احنا دخلنا تاني المجموعه في الدور التمهيدي ورا السويد، وصلنا ساعتها المربع الذهبي وخسرنا في مركز ثالث ورابع من المجر. فيا رب يكون يمشي نفس السيناريو، بس المباراه دي نوصل ان شاء الله فاينل الله. السيناريو ده حصل في حصل يعني في 2001 حصل في 2001 وصلنا ساعتها مربع ولعبنا ثالث ورابع مع المجر. عايزين صحيح. نتكلم عن المواجهات اللي بتنتظر منتخبنا الوطني، بس عايزين مع حضراتكم برضو والناس تفهم اكتر نحلل ارقام منتخبنا الى الان في عدد الماتشات اللي لعبها. طيب. يعني النهارده بنتكلم عن اجمالي عدد الاهداف اللي بيحرزها المنتخب الوطني لكره اليد في البطوله الحاليه في بطوله كاس العالم، 124 هدف تلقت شباك الفراعنه، 95 هدف في 4 مباريات خاضها لحد دلوقتي، وحراسه مرمى المنتخب استطاعت او نجحت في التصدي لعدد 51 تسديده من اجمالي 118 تسديده. الارقام بتقول ايه؟ الارقام دي لو حضرتك تتذكري كنا حضرتك كنت شرفت بحضراتكم في حلقه قبل كده واتكلمنا على قريبه موضوع حراس المرمى. يعني موضوع حراس المرمى هو فرق كبير جدا. حضرتك لو حضرتك تتذكري اتكلمنا على كريم هنداوي ساعتها وعصام الطيار، وكان ساعتها كنا بنتكلم على حميد. حراس المرمى زي ما احنا قلنا الثلاثه على مستوى عالي جدا، سواء كريم سواء عصام سواء حميد. ولكن لو حضرتك تفتكر برضو كنا اتكلمنا في حته كل لاعب وبيبقى ليه مباراه حسب سيناريو المباراه. يعني انا الارقام دي برضو بتوضح لنا السيناريو ماشي ازاي. يعني انا طبعا برضو عايز اوضح نقطه، انا مش خلافي عشان مش برد طبعا الكابتن محمد، يعني انا بوصل نقطه او قصدي الموضوع لا 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 مش قصدي خالص. يعني انا قصدي نقطه الاخطاء اللي هي جوه الملعب، يعني فاهم قصدي؟ لان انا مثلا من وجهه نظري ليه بقول النقطه دي دلوقتي، مش عشان ردا على الكابتن محمد او ان انا اوضح او ارد على نقطه، لان انا مثلا كان من وجهه نظري في ماتش السويد ان كان كريم هنداوي لازم يطلع اخر 10 دقائق، وده مش تقليل من شان كريم. كريم كان عامل ماتش كويس جدا 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 الشوط الاولاني، ولكن زي ما كنا بنتكلم كل حارس وليه نمط وليه تكنيك. انا بتوقع ان كان عصام ساعتها التصويب اللي من خارج التسع امتار كان هيبقى افضل، هو متميز فيه اكتر، متميز فيه اكتر من حته كريم. كريم طبعا ده مش تقليل من شان كريم، بالعكس هو على مستوى عالي جدا جدا ولاعب طبعا يحترم. يعني طب ثواني، الجزئيه دي تتفق ولا تختلف معاه في ايه؟ في تغيير الحراس، حراس المرمى كل واحد ليه طريقه لعبه مختلفه طبعا، يعني على حسب المنافس. بالظبط، هي يعني بتبقى ليها حسبه وحسبه. يعني كابتن طبعا محمد يحيى ادرى مني بيها، راجل مدير فني وادرى مني بحاجه زي كده. لكن انا ممكن برضو اقول حاجه، ان ممكن المدرب ساعتها بيحسبها ازاي. انا دلوقتي في الدقيقه 50 او 52 او وات ايفر، فاضل 5-6 دقائق، بيبقى ريسك شويه ان انا اجيب جول قاعد 50 دقيقه او 52 دقيقه من بره واشاركه. هو ريسك يا يمشي يا ما يمشيش. في ناس تحب تاخد الريسك يقول انا اخد الريسك، وفي واحد تاني يقول لك لا انا خليني مكمل باللي داخل جوه اجواء المباراه. لان احنا في الهاندبول التغيير يا تقلب المباراه تخليك تعلى، يا ممكن تغييره زي دي الناس تلومه بعد كده انت ليه نزلت واحد قاعد بقاله 52 دقيقه. طب بس النهارده حصل الكلام دوت، النهارده اللي بدا ما هي دي النقطه الجزئيه. انا كنت لسه غير بدري وغير بدري بقى في الدقيقه ما شاء الله. هي دي انا بقول لحضرتك يعني اما تغير بدري هيبقى عندي احتماليه تاني ان لا قدر الله عصام غير موفق
ارجع تاني الهنداوي يكون قاعد ركز خد تعليمات بالظبط. لكن هي موضوع مدارس يعني. في مدرسه تقول لا انا غير وما يهمنيش، في مدرسه تانية يقول لك لا انا ما اخدش ريسك ان انا في الدقيقه 52 او 53 جون قاعد مش داخل في اجواء المباراه، بالذات لان حراسه المرمى لازم الجون يبقى حاسس بالمباراه. وعصام لسه جون ما عندوش خبره كبيره ممكن ما يعرفش يعملها. في جوان كان مثلا على سبيل المثال يعني ولا حصر ان عندك جول زي الروبي او حماده النقيب طبعا. او طبعا الجول القديم ممكن يفضل قاعد مثلا 50 دقيقه ما بيلعبش وينزل هو عنده كأنه خبرات كان بيلعب بالظبط عارف حقيقة. ازاي ينزل في توقيت معين حتى لو كورتين يصدهم ويخرج يكسبك بيهم المباراه. ممكن يكون عصام طبعا جون على مستوى عالي جدا وراجل يعني ان شاء الله يبقى ليه مستقبل عالي جدا ويكسر الدنيا ويحترف يا رب ان شاء الله بره، لكن ممكن لسه محتاج بالبلدي كده وفي مصطلحنا الرياضي يستوي. هو لسه دلوقتي بيستوي على نار هاديه. لكن عصام طبعا جول وجول عالي جدا طبعا ما شاء الله امكانياته. تعرف كابتن محمد ده وانا هاخد دايما من كلام زي الثانيه هاخد من كلام كابتن محمد هو بيتكلم في جزئيه مليون في الميه صح. لان انا هاخد من كلامه اللي قبل ده حاجه بسيطه، لو كان احنا كسبنا ماتش السويد كنا هنشيد اشاده قويه جدا جدا بالمدرب. فهي وجهات نظر. انا كمدرب بيبقى حاطط سيناريوهات، ممكن كابتن محمد نفس الكلام بيشوف موقف لعب او مباراه بيحطها نفس السيناريوهات. هو ممكن ينجح وغيره، وانا ممكن انجح وغيري ممكن ينجح، كل واحد بيشوفه من وجهه نظره. ودايما احنا كرياضيين او هنتكلم بقى على كل حتى المتفرجين، يجي يقول مثلا المدرب عمل تغييره مثلا، يعني اقول لحضرتك ممكن تتقاسي ازاي. يعني ماتش السويد ما حصلش فيه تغييرات كتيره، او ما اتعملش الروتيشن او توزيع المجهود البدني على اللعيبه كلها، ما شاركتش بنفس النسب اللي شاركت بيها في مباراه تشيلي ومقدونيا. السويد ثبت التشكيل، طب لو كان نجح هيقول لك شفت الماتش مهم جدا فما غيرش كتير عشان المستوى ما ينزلش. وعملها. لو كان نجح كان كل الناس هتشيد بيها. وعملها. طب لما بالظبط لما احنا خسرنا ساب الناس كتير قوي. فهي وجهات نظر. لكن انا كره القدم كره اليد كل يعني هي كده هي موضوع كده. يعني هو فاينل افريقيا الناس هو لعب بست سبع لعيبه بالظبط في تونس ثبتهم وعلى ارض تونس، والناس كلها كانت بتقول بطوله من المستحيلات ان احنا ناخدها. الراجل لعب بست سبع لعيبه ثبتهم طول المباراه وما شاء الله يعني عملوا كسروا الدنيا بالظبط. فهي مدارس زي ما كابتن محمد قال ان هي مدارس وكل واحد ليه فلسفه بيدافع عنها وبيفضل متمسك بيها. النهارده اختياره لبدايه التشكيل عجبتني جدا 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 بحقيقة. وبالنسبه لي والله مش عشان ده حصل، انا كنت متوقعها اولا. ايه عجبك في بدايه التشكيل؟ وجود احمد الاحمر مثلا في وجود البداية؟ احمد الاحمر طبعا في البدايه لسبب لاسباب كتير. اولا الناس هتقول طب ليه ما بداش في السويد؟ الموضوع مختلف تماما. السويد الكواليتي بتاعت المدافعين مختلفه تماما عن الكواليتي بتاعت المدافعين بتاعت روسيا. الفردي واحد على واحد روسيا اقل بكتير. اولا ده يرجع لان هم لعيب مش كلاس A في اوروبا. لا هم ممكن يكون كلاس B او C كمان. اجسامهم كبيره. الاحمر طبيعه لعبه والتكتيك اللي بيتعمله اللي بيخدمه ان هو بيتوسع له الملعب عشان يروح يعدي واحد على واحد. لو كان ده حصل في السويد ما كانش هيبقى بنفس نسبه النجاح اللي حصلت النهارده. ليه؟ لان كواليتي المدافع في الاقوى، والاحمر ما كانش هيقدر يستحمل الالتحامات دي كتير. هو نزل فعلا في فتره وممكن يكون حاول لكن ما قدرش، مش عشان هو وحش لا، علشان الكواليتي اعلى. فكان الدفاعيه للسويد فدي حاجه تحسب للمدرب طبعا انه قاري هو بيعمل ايه. بدا بالاحمر رغم ان الاحمر في التوقيت ده كانت تغييره تعتبر بعيده. هو بيعمل حاجه ممكن الناس تستغربها جدا. هو الاحمر بالظبط الاحمر بيلعب في ناحيه الرايت باك ناحيه اليمين، بيرجع دافع ناحيه الليفت وبينزل سيف الدرع. هو اصلا مركزه مش وينج ليفت، هو مركزه ليفت باك وسنتر باك، وبينزله في الليفت وينج علشان يرجع يدافع في المكان اللي احمد الاحمر بيدافع فيه. فهو انا شايفه قاري كويس وعارف هو بيعمل ايه. وخسرته ماتش السويد وجهه نظري برده كانت سوء عدم توفيق، يعني مش 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 عدم قرايه المباراه. الراجل انا عن نفسي غير بستمتع بمنتخب مصر انا بستمتع بالراجل ده وبادارته وبقرايته للمباريات وطريقه الدفاع حتى اللي مدافع. طب النهارده السويد لعبت مع بيلاروسيا اللي احنا هنقابلها ان شاء الله في المواجهه اللي جايه، شفت النهارده ده ازاي؟ هما اتعادلوا النهارده 29-29. المدرسه البيلاروسيا هي نفس المدرسه الروسيه ونفس سلوفينيا اللي هنلعبها. نفس الكلام برضو اللي حصل في المباراه ما بين مصر والسويد، مشيت نفس مجريات المباراه نفس الكلام بالظبط حصل. يعني كان بيلاروسيا متقدمه حوالي 5 أهداف في الشوط الاولاني، والسويد رجع برضو للمباراه في الشوط الثاني في اول حوالي 10 دقائق، وبعد كده الماتش خلص تعادل.
فحتى انا قعدت افكر فيها، هل السويد طيب ايه الميزه اللي بتخلي السويد يبقى خسران الشوط الاولاني ويرجع للمباراه نفس الكلام اللي حصل السيناريو في منتخب مصر بيرجع تاني يتعادل شخصيا بالظبط، شخصيه الفريق بالظبط، خبرات شخصيه الفريق بالظبط، لعيبه كلاس ايه في اوروبا، الكواليتي عاليه ما بيتهزش، ايه خسران خمسه مفيش مشكله يعني عم. اللي يتفرج على الشوط الاول في ماتش بيلاروسيا والسويد لا ده اون سايد جيم، السكور وصل ل 13-5 يعني لصالح بيلاروسيا لصالح بيلاروسيا وفي الاخر انتهى 13-10 يعني فرق 3 بس او فرق 4، فده ندل على شيء يدل ان دي فرقه عندها شخصيه مهما خسر او الماتش عدى عنده بالظبط، هو ثابت عنده ثبات انفعالي بيقدر يرجع مباراه في اي وقت. سؤال فني شويه يمكن اتطرح من خلال يمكن الثلاث ماتشات اللي فاتوا، عندنا مشكله في الباكين، مشكله تهديفيه يعني، احنا عندنا الباكين في خلال اعتقد سجلوا 6 اهداف والباك الشمال اعتقد الباك اليمين بتاع روسيا لوحده سجل 8 اهداف، عندنا مشكله تهديفيه بالنسبه ما بنلعبش على الاطراف كتير بلغه الكره كده يعني ما بنطلعش الباكات ما بتسجلش بشكل مباشر، ولا دي مدرسه يعني انا برضه من وجهه نظري الشخصيه ما عندناش قصور في الحته دي، ولكن يعني دايما حضرتك بتشوف الرانكينج حتى بتاع يعني منتخب مصر داخل فيه سند، داخل فيه محمد ممدوح هاشم، داخل فيه يحيى الدرع، طبيعة لعبنا أو المدرسة لعبنا احنا بتلعب لعب جماعي، الفريق كله فيه لعيبة على أعلى مستوى، ما بنعتمدش على طريقة النجم الأوحد يعني، ممكن حضرتك لما تيجي تروح لمنتخب روسيا هتلاقي عنده باك ليفت مثلا، بيلاروسيا نفس الكلام عنده باك ليفت برضه معتمد عليه اعتماد كلي يعني، حضرتك اتفرجت على ماتش روسيا النهارده هتلاقي الشوط الاولاني كله 99 اللي هو الباك اليمين ده بالظبط كده، هتلاقي الشوط الاولاني كله في ماتش روسيا كل الاهداف جايه من ناحيه الليفت عندهم بالضبط. ناحيه الرايت دي ملغيه تماما، الباك رايت شات كورتين الكورتين بره، كل شغل ناحيه الليفت، هو بيعتمد على لعيب عنده مميز كل اللعب رايح في اتجاهه، سواء التجهيز سواء التكتيك اللي بيشتغله هو بيجهز للباك ده عشان هو اللي ينهي الهجمه. احنا بصراحه ودي ميزه في منتخب مصر ان هو ما بيعتمدش على النجم الاوحد، لان الناس كلها على مستوى فني عالي جدا سواء الخط الخلفي او الخط الامامي، هي بتبقى طريقه لعب، ويمكن حتى لما انا ذكرت وقلت الاخطاء بتاعت ماتش السويد او سوء التوفيق اللي حصل او 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 النهارده، ودي حضرتك اللي كنت بتسالني فيها من شويه لغه الارقام. أيوة. يعني النهارده ارقامنا كلها لو حضرتك بصيت هتلاقي 7 اهداف من على 6 متر من على الدايره من نص الملعب وتحت الباك ليفت، 6 اهداف من الوينج، 7 اهداف من الخط الخلفي، 3 الخط الخلفي. طب هل ده قصور؟ لا، هي طريقه لعب، ما هو ده السيناريو بقى او اداره المباراه للمدير الفني اللي بيتكلم عليها كابتن محمد. هو بيدير يعني، احنا لو لاحظنا برضو ونرجع لما كابتن محمد اتكلم على احمد الاحمر ومشاركته دي كانت مهمه جدا، لو بصينا على افضل رجل في المباراه بالظبط كده، لو بصينا الاول 16 دقيقه هو ازاي بيستخدم احمد الاحمر، سواء ان هو يوسع الملعب يلعب 1 على 1 لان هم قليلين في الدفاع 1 على 1، او كان بيسحب الملعب ناحيه الرايت عشان يفضي لمحمد ممدوح هاشم يستلم ما بين 1 و2 اللي هي اطراف الملعب، فده كان نجاح. فهي دي اداره المباراه او السيناريو اللي هو يقدر يكسب بيه، ولكن مش قصور عندنا في الخط الخلفي يعني، بالعكس استعنا في الفتره الاولى ان بمهارات احمد الاحمر في الاختراق والتسديد واحراز الاهداف اكتر من اللعب على الدايره، ما كانش اللعب على الدايره كتير بمعنى صح يعني، ما كناش شايفين اللعب على الدايره بشكل ده كان مقصود نتيجه للتكتيك اللي بيلعب بيه المنتخب الروسي. هو عادة التكتيك بيبقى ليه كذا احتمال، يعني الشغل اللي بيتعمل مثلا او معظم المدرسة الاسبانية هي تجميع اللعبة في اتجاه عشان نفضي في اتجاه تاني والدايرة يبقى واقف مستني الحركة بتاعت المدافع. فمثلا حصل ان احنا جمعنا اللعب ناحية اليمين الناحية الشمال هتبدأ تخش تلعب، لو واحد من ناحية اليمين موقفين الدايرة في الناحية دي مثلا في الناحية العكس اللي هيخش يلعب، لو المدافع ضم بتتساب للدايره، ما ضمش بيروح في مساحه واسعه واحده يعني عندك حلين بالظبط، المدافع جه هتقفل الدايره ما رجعش ما تحركش وقفل هنا واحد تاني يجي الباك من وراء، هي فلسفه في اللعب، هي مدرسه سايده دلوقتي في العالم، معظم منتخبات العالم ومعظم الفرق الاوروبيه بتلعب بيها، هي المدرسه السايده، كان في فتره المدرسه الالمانيه هي السايده، فتره تلاقي المدرسه السويديه، فالمدرسه السايده دلوقتي في العالم سواء دفاعيا او هجوميا هي المدرسه الاسبانيه اللي هي بتعتمد على شغل الدفاع في اتجاه وتلعب في اتجاه تاني وتنتظر رد الفعل الدفاع وعلى اساسه تبدا تتحرك بعد كده. كم كابتن محمد لما كنا اتقابلنا اخر مره وكنا بنتكلم عن اصعب المواجهات اللي ممكن تقابل منتخبنا الوطني، قلت لي السويد ويعني الحمد لله عدت وسلوفينيا ده حقيقي بيتعمل لها الف حساب بالمواجهه دي، وهي برضو هكرر كلامي هي نفس المدرسه بتعتمد برضو عندهم اجسام قويه بتعتمد على القوه البدنيه، ولكن اللي يميز فرقه سلوفينيا شويه
الفاست بريك بتاعهم. هم عندهم سرعات عالية جدا في الأجنحة، بيلعبوا على الكونتر أتاك كتير قوي. فدي اللي احنا برضو لو رجعنا لموضوع الأرقام هتلاقينا احنا مثلا في مباراة النهاردة جارين فاست بريك واحد من واحد، ما جريناش فاست بريك كتير خالص. في لقطه كنت اتفرجت عليها كان ممكن يتعمل فاست بريك ولقيت المدرب قال لك هولد سيناريو. ما هو المباراه بالظبط، هو اصل حاجه يعني المباراه شاور كذا مره بالظبط قال لك ليه هو عايز يتحكم في رتم المباراه، في رتم اللعب. هو مش عايز يجاري روسيا بطريقه لعبها، فعايز دايما انا اللي متحكم في رتم المباراه من بدايتها لنهايتها، وده نجح فيه. تكمله برضو كلام كابتن محمد، الجزئيه اللي قالها انت عندك برضو المباراه الاحتمالات بتاعتها ازاي. انت المباراه ده المباراه كلها عباره عن مجموعه مواقف بتحصل، وفي مباراه دايره تانية ما بين المديرين الفنيين. فانا ابتديت العب سي مثلا تصوم الخط الخلفي، ابتدى يعلى زي بالظبط ما هو جه في الدقيقه 10 في الشوط الثاني لعب 5-1، بدا يطلع واحد عشان يقلل يضغط عشان يبقى سرعه الكره اقل ما توصلش الاجنحه، او التقاطعات اللي في الخط الخلفي بتحصل هو يعطلها يفسد التقاطعات يعني اللي بتحصل بالظبط. فبيبتدي هي ببتدي اشتغلت شويه باحمد الاحمر واحد على واحد او تصوم الخط الخلفي، ابتدى الدفاع يلم ناحيه احمد، ابتدى العب واحد واثنين ناحيه ممدوح هاشم، ابتدوا يقفلوا الملعب، ابتدى العب على الاجنحه، فابتدى يلعب على الاجنحه. هي بتبقى مباراه شطرنج بالظبط. فهو بيدير المباراه دارها بصراحه النهارده بنجاح بصراحه. طبعا انا مش بقيم المدير الفني، هو على اعلى مستوى طبعا ومصنف عالميا يعني، ولكن في اجزاء احنا بنتمنى نشوفها. يعني انا فرقه منتخب مصر انا مش شايف فيها السرعات العاليه. طبعا ده مش نقد، ولكن احنا عايزين نشوف ده. طبعا هو المدير الفني يبقى شايف الكلام ده اكتر مننا كتير، بقى احنا برضو مش جوه الملعب هو بالظبط كده. احنا مش جوه الملعب، ولكن احنا النهارده مثلا فاست بريك قليل جدا، واحد بس. عملنا ماتش مستوى عالي جدا، ولكن انا بتكلم على انا دايما المباريات دي، ما انت برضو ستيب باي ستيب انت بتخش في فورمتك بالظبط طول ما انت جوه البطوله بالزبط. فانت بتشتغل على شغلك اللي انت ممكن تحتاجه بعد كده في مباراه. فده المقصود يعني من الكلام، يعني ان احنا وهاخد ده للكابتن محمد، الفاست بريك عندنا قليل، ده نتيجه ان عايزين نحافظ على لياقتنا، ولا ما عندناش فعلا الامكانيات او السرعات ان احنا نعمل فيها الفاست بريك؟ لا بالعكس، انا يعني بالعكس انا شفت منتخب مصر بيعرف يعمله، بيعمله كويس جدا. لكن ممكن تكون هي فلسفه شايلها المباراه مثلا زي سلوفينيا، شايلها المباراه زي بيلاروسيا، مش عارف يعني. انا ما اعرفش، عمري ما شفته بيوقف فاست بريك، لا ده في كذا ماتش يعني ده جديد عليه يعني، مش عارف، ممكن يكون حاجه مقصوده، حاجه مستخبيه، حاجه مستنيها كارت يلعب بيه، الله اعلم يعني، انا ما اعرفش. لكن عايز اضيف حاجه على كلام كابتن محمد برضو بالنسبه لسلوفينيا، غير طبعا بيلاروسيا، انا يعني ممكن ارجع تاني لبيلاروسيا، لكن سلوفينيا اضيف عليها القوه الجسديه والفاست بريك، بيميزهم عن فرق اوروبا المهاره الفرديه اللي هي احنا بنتميز بيها. يعني عندهم لعيب زارابيتش، ده واحد بطل اوروبا مع فريق كيل، لعب على اعلى مستوى واحد على واحد واللعب مع الدايره. بومباتش نفس القصه، بيلعب في تزاجد المجري، برده لعيب مهاري جدا. دولينيتش لعيب في برشلونه. الثلاثه الخط الخلفي غير ان هم لعيبه اقوياء ومصوبين، هم لعيبه مهاريين، فده ممكن خطرهم يبدا من هنا. لعيب مهاري يعني لعيب عنده حلول، لعيب ان انت لما تقفل عليه الدفاع هو بيعرف يحل المواقف الصعبه. فاللعيب اللي زي ده بقى مزعج جدا. يعني احنا دايما نقول احمد الاحمر مزعج، ليه؟ بيعرف يعمل كل حاجه في الهاندبول، بيعرف يعدي، بيعرف يشوط، بيعرف يسقط. نفس الكلام طبعا على الدرع وعلى الزين وعلى كل اللعيبه. فاللعيب ده بيبقى مزعج جدا لاي دفاع ولاي مدرب. مش ما عندوش حل واحد، الحل الواحد بيبقى سهل، انت تقول لعيب مصاب اطلع قبله بدري خلاص، لعيب بيباصي بس اقفله تحت. انما لعيب بيعرف يعمل كل حاجه في الهاندبول ده بيبقى لعيب مزعج. فهو ده سبب ازعاج سلوفينيا لينا في الدفاع. ممكن اللعيبه عندها مهاره فرديه، عندهم حلول فرديه، فالحلول الفرديه دايما بتسبب ازعاج للمدرب، لان ما بتعرفش تعملها سكاوتنج، ما بتبقاش متوقع رد فعله. انما الحركه سهله تعملها سكاوتنج، لكن المهاره الفرديه هو مهاري بيعرف يغير اتجاهاته على حسب اللي انت بتعمله. طيب عايز ارجع تاني بقى، واحنا بنتكلم كنا على حراسه المرمى النهارده، محمد الطيار كان متالق جدا ونجح فعلا انه يتصدى لهجمات كتير، صح؟ ده حقيقي. يعني قارني بالهنداوي ومحمد الطيار يا كابتن محمد. هقول لك حاجه، يعني خلينا نقول يعني مش هنحطهم في مقارنه، لان زي ما قلت لحضرتك هما اتنين على مستوى عالي جدا. اللي يميز كريم ان هو برضو عنده خبرات عاليه جدا. تمام. ولكن نفس الكلام اللي كنا لسه بنقوله، انا بتكلم على كل لاعب بيبقى ليه ميزه، زي ما لسه بنتكلم حالا بنقول لعيب متكامل بيعرف يعدي وبيعرف يشوط وبيعرف يسقط. في لعيب تاني بيصوب بس من بره. في لعيب تاني عنده فوتورك عالي جدا لكن ما بيصوبش من بره. نفس الكلام في حراسه المرمى. حراسه المرمى كل حارس ليه
ستايل. تكنيك وليه ستايل هو بيميز بيه. أنا دايما لما جيت اتكلمت على جزئية التصويب، ينفع التصويب من خارج التسع أمتار لو فرقة بتصوب بتسع أمتار كتير يبقى موجودة عصام الطيار، لأن أطرافه طويلة فبتقفل شوية زاوية التصويب يعني، فبتساعده شوية في التصويب الخارجي. يعني لو بصينا لإحصائياتنا احنا في أول ثلاث مباريات احنا بالنسبة للتصويب علينا من 9 متر 40%، متشاط علينا 25 كرة صدين 10. على العكس الأجنحة نسبتنا فيها 82% نجاح، وده كان كريم هنداوي لعب الفترة الزمنية الأطول في الثلاث مباريات الأولانية. كده كريم هنداوي فكان مميز جدا 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 في الخط الأمامي، بيكملوا بعض كابتن بيكملوا بعض. ده ليه ستايل وده ليه ستايل، ده ينفع مع المدرسة دي وده ينفع مع او طريقة اللعب بتاعت المنتخب ده وده ينفع مع منتخب حتى تاني. هو واحد فيهم بيلعب التاني بنشوفه ازاي بيستندوا بره بالظبط، ودي الروح اللي لفتت النظر النهارده جامد جدا. انت حضرتك لو لاحظتي هتلاقي كريم بيشجع الطيار قوي بكل والعكس جوارحه والعكس، ونفس الكلام عصام لما بيكون بره، هما بيكملوا بعض، هما حتى على المستوى الشخصي اصدقاء واخوات. لكن انا بتكلم في حته الحته الفنيه شويه او الادوات اللي بستخدمها في المباراه بتاعتي يعني. فانا ده كان وجهه نظري، والنهارده عصام نجح في ده يعني، نجح في التصويبات اللي اتشاطت علينا من خارج التسع امتار صد منها كتير يعني. وعكس كده دخل عندنا من الاجنحه برده كام جون في عصام. فانا قصدي هو ده مميز عن ده في دي، مش مميز ان هو الافضل، ولكن ده مميز عنده بيكملوا بعض، عنده ميزه ولا عنده ميزه مستوى المنتخب بالزبط. لان حضراتكم دايما سمعنا من خبراء وكباتن زي حضراتكم ان حراسه المرمى 50% من من فريق كره اليد بشكل كبير جدا. طب خلينا اسال كابتن محمد على طبعا يحيى خالد. بعض الناس يحيى خالد طبعا لعيب محترف وكان مرشح، ومن حتى هو بيلعب على مستوى الشامبيونز ليج على بطوله اوروبا. في ناس بتقول لا لسه ما دخلش، يعني لسه ما دخلش الفورمه انه اللي كان مرشح او هو من احد المرشحين يكون احسن لعيب في البطوله. رايكم ايه برضو في مش هقول النقد لكن المعلومه ديت؟ والله طبعا انتوا ادرى مننا يا اخي. يعني ممكن طبيعي ان اي لعيب او اي فرقه بيبدا مستواه يعلى في البطوله بالتدريج، لكن انا شايف يحيى لحد دلوقتي هو مقدم المطلوب منه على اعلى مستوى. يعني حتى ماتش السويد هو لعب ماتش كويس جدا، وفعلا حسينا بدروب لما خرج. لعيب اولا لعيب متكامل، واللعيب المتكامل اللي زي يحيى بيدافع وبيهاجم بيبقى وزنه ليه وزن في الملعب، غير لعيب بيهاجم بس او لعيب بيدافع بس. فالنوعيه اللي زي يحيى لا بالعكس انا شايفه وارد يكون لسه ما وصلش للتوب فورم بتاعته، واحنا كجمهور مستنيين منه اكتر من كده علشان احنا حاسين بوزنه او حاسين بمستواه. هو ممكن يكون مثلا بيعتمد عليه بشكل كامل برضه المدرب، يعني ممكن يكون بيعمل المطلوب منه، لكن احنا كجمهور زي ما حضرتك قلت احنا عارفين ان هو راجل بيلعب في التوب فورم في اعلى حاجه في الهاندبول، في طبعا من بيلعب في فرقه من احسن اربع فرق في العالم صحيح. مش في اوروبا بس. فممكن يكون هو عامل المطلوب منه، لكن احنا عايزين اكتر يعني، احنا كجمهور طماعين شويه بالظبط. يحيى لعيب بيعمل كل حاجه في الهاندبول، لا عايزينه يعمل كل حاجه وزياده يعني كمان. طيب احنا عندنا فاصل، بعد الفاصل نتكلم عن المواجهه القريبه جدا بيلاروسيا يوم الجمعه اللي جاي، هنتكلم فيها والمواجهات اللي بتنتظرنا ايضا في المجموعه بعد الفاصل في البيت الكبير. من المنتخب اللي يعني هيشكل او هيكون منافس قوي في البطوله ديت او هيكون الابرز كمان منتخبنا الوطني لكره اليد بتنتظره مهمه او مواجهه مهمه جدا مع بيلاروسيا يوم الجمعه اللي جاي. كباتن مشرفنا كابتن محمد يحيى وكابتن محمد ابراهيم منورنا مره ثانيه، وعايزه اعرف في البدايه المواجهه مع بيلاروسيا شايف ازاي، شايفها ازاي المواجهه دي؟ انا شايف مواجهه بيلاروسيا هتبقى بنسبة كبيرة شبه مواجهة روسيا النهاردة. شبه نفس طبيعة اللعب، نفس المدرسة الدفاعية بتاعتهم، بيعتمدوا برضو على الأجسام القوية قوي، بيعتمدوا على الالتحامات، ولكن عندهم عيوب كتير. يعني أنا شايف في شغلهم حتى لو جبنا اتكلمنا عن طريق الإحصائيات يعني واتكلمنا عشان نقرا بيلاروسيا دي، ما انا لازم الارقام دي انا اترجمها لاداء. يعني دايما هم عندهم التصويب مثلا من خارج 9 امتار وده هيريحنا شويه، نسبته 48% نسبته ضعيفه جدا. ما بيشتغلش هو على التصويب، هو برده بيعتمد على السرعات وعلى الفاست بريك، بس ما بيعملش الفاست بريك اللي هو الموجه الثانيه والثالثه، بيشتغل عنده اجنحه سرعه ف
فبيشتغل على الموجة الأولى اللي هي من الحارس، عشان برضو الناس تبقى واضحة، من الحارس للعيب الجناح اللي طلع او الفيرود اللي جه في الاول، الموجه الاولى دي ما عندوش الاستمراريه في اللعب في الموجه الثانيه والثالثه، او بيلعب دايما ناحيه الباك ليفت، عندهم باك ليفت مميز جدا، بيشتغل برده كل الجري وكل الهجوم منظم ناحيه الباك ليفت ده. فمش هيتعبنا كتير في هجومه المنظم ان شاء الله يعني، ولكن دفاعيا وبعد ما شفنا النهارده طريقه لعبنا والحلول اللي احنا قدمناها في مباراه روسيا النهارده، اعتقد ان شاء الله هنقدر نشتغل على فرقه بيلاروسيا كويس قوي. طبعا مش بقول ان هو منافس سهل او منافس قوي، بس احنا فعلا بتكلم ده من الثقه اللي في منتخبنا يعني. منتخبنا عنده لاعبين قدراتها عاليه جدا، زي ما كنا بنتكلم، عندنا في ناس عندها حلول فرديه، ودي فعلا من اللعيبه اللي بيجدها جدا احمد الاحمر. الحلول، خلي بال حضرتك ان هي مش مجرد لاعب عنده حلول فهو اللاعب الاوحد بس اللي بيلعب، يعني لو نلاحظ احمد الاحمر لما بيشتغل شويه بيبقى عنده الحلول، ولكن حتى لو مش هو بيجيب الهدف، ممكن هدف يجي من الناحيه الثانيه خالص من ليفت باك او من ليفت وينج، يكون اساس شغله احمد الاحمر يعني. بالظبط، يعني هو بيشتغل بيلم عشان يفتح الصفر بالظبط كده. ونفس الكلام اللي اتكلمنا فيه هم برضو بيلاروسيا، نفس الكلام اللي كان بيقوله كابتن محمد، مش كلاس ايه ونوضحها قوي ايه، يعني ما عندهمش القدرات الدفاعيه اللي هم يعني عايز اقولها برضو ايه، زي ما بيقولوا باللغه يعني الدارجه كده، هم مش اذكياء دفاعيه. مش اذكياء، هم التحامات قويه، قدرات بدنيه عاليه، ولكن مش اذكياء في الدفاع. هاي. احنا نتميز عن كل المدارس دي، سواء روسيا النهارده اتغلبنا عليها، سواء بيلاروسيا، احنا فنيا اعلى بكتير، حلولنا الفرديه اعلى بكتير، الاداره الفنيه اعلى برضو نفس الكلام. فاعتقد ان شاء الله هنعدي بيلاروسيا ان شاء الله. تتفق ولا تختلف؟ بس يزيد، هي طبعا نفس المدرسه زي ما كابتن محمد قال، وبتفق معاه في كل كلمه قالها، بس يزيد على يعني يميزهم عن منتخب روسيا، عندهم لاعب دايره يعتبر احسن لعيبه في العالم، من احسن لعيبه الدوائر في العالم، كاراليك، لعيب على مستوى عالي جدا وبيلعب في فرق بتلعب في بطوله اوروبا. هو ده بس ممكن يسبب لنا ازعاج، ده الفرق بينه وبين منتخب روسيا، يعني اللي يخلي شغل منتخب روسيا النهارده غير ناجح، لعيب دايره غير ناجح، او لعيب دايره ما بيشتغلش شغل للخط الخلفي. لكن اللي يفرق روسيا عن بيلاروسيا وممكن ينجح هجومهم نوعا ما، لكن طبعا هم مش فريق زي ما كابتن محمد قال ان هم مش كلاس ايه، هم من الفرق اللي نقدر نكسبها وان شاء الله نكسبها بمكسب مريح لو ركزنا ولعبنا بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها. هم بس اللي يميزهم ان هم عندهم حراسه مرمى افضل شويه من روسيا، بالاضافه لعيب دايره يعتبر من افضل لعيب دايره العالم. النهارده حارس المرمى كان مستوى جيد جدا، اعتقد ما كانش وحش يعني، حارس يعني على مستوى اللي انتم شايفين على مستوى الدولي، لا مش يعني هو ممكن ما يتقاسش كده شويه يعني، هو ممكن يكون لاعب يعمل طفره في مباراه موفق في مباراه، لكن ما عندوش المستوى الثابت يعني. بالظبط، ما عندوش الاستمراريه او المستوى الثابت اللي يقدر يلعب عليه. بعد مباراه بيلاروسيا عندنا طبعا سلوفينيا ان شاء الله. تعتبر سلوفينيا مفاجاه بالنسبه لكم وبالنسبه للنتائج اللي عاملاها، كانت على الخريطه انها تبقى دلوقتي. احنا خلي بالك احنا الستة الفرق، ويمكن الناس تحب تعرف ترتيب المجموعات، احنا طبعا السويد المركز الاول، سلوفينيا المركز الثاني، مصر المركز الثالث، المركز الرابع روسيا الاتحادية، المركز الخامس بيلاروسيا، والمركز السادس مقدونيا. كانت مفاجأة بالنسبة لكم ان سلوفينيا تبقى بعد الاربع جولات دول تبقى في المركز الثاني في مجموعتها؟ بالنسبة لي والله هو ده المركز الطبيعي ليها يعني، المتوقع هي السويد كمان لو كانت جايه كامله كان هيبقى شكلها افضل من كده بكتير يعني. السويد منتخب محترم ومنتخب ليه تاريخ، حصل على 2 بطوله عالم قبل كده وذهب في اولمبياد مره، فمنتخب ليه تاريخ، عنده عراقه في اللعب يعني، حتى لو هو لو يعتبر جاي بالصف الثاني، لكن هو ده مدرسه لوحدها، فهو قادر انه يبان عنده الحد الادنى من اللعب. سلوفينيا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، انا من وجهه نظري ما وصلوش للتوب فورم بتاعتهم. سلوفينيا لو هم لعبهم او هي دي سلوفينيا اللي نعرفها، لا مرعبين اكتر من كده اكتر. لكن بالنسبه لي انا شايف ان شاء الله، انا اتفرجت عليهم ماتش او ماتشين، حتى ماتش النهارده لا شايفه ماتش في المتناول يعني. انا اتفرجت عليهم كانوا بيلعبوا مقدونيا النهارده، مقدونيا فريق متواضع جدا وغير جاهز. لا الماتش مشي جون بجون الشوط الاول بالظبط، رغم ان فريق مقدونيا فريق غير منظم تماما، وده ناتج ان هم ما جهزوش نفسهم، هم اصلا جم بعد ما تشيك اعتذر عشان الكورونا. مظبوط. فلا شايفهم مش هم منتخب محترم لكن مش المنتخب المرعب. نفس المنتخب السويد، منتخب محترم لكن مش المنتخب المرعب يعني. مش بنتكلم على النرويج او الدنمارك او
او هو غالبا الفرقتين اللي شايفهم فرقتين مرعبين دول اللي هيجونا ان شاء الله بالظبط. النرويج دنمارك ممكن البرتغال تخش معاهم شويه. وبالنسبه لي مفاجاه كاس عالم لحد النهارده هي بولندا. بولندا بالظبط من المنتخبات اللي بقى لها فتره بعيده عن الخريطه واصلا مش متاهلين لكاس عالم. دول جم بجرين كارد من الاتحاد الدولي دعوه وعاملين شكل هايل جدا ومجددين الفرقه كلها. لكن لما تيجي تبص ليه الطفره دي حصلت لهم تبص على الدكه بره تلاقي اتنين من نجوم منتخب بولندا الذهبي سواء ازمال الحارس المرمى حارس مرمى بولندا عامل بطوله عالميه. فانا كنت متفاجئ بيه لما شفت على البنش بره ان ازمال هو المدرب حراس المرمى بتاعه ما اتفاجئتش لان ده واحد من اعظم حراس المرمى اللي جم في تاريخ الهاندبول ولعب الدايره بتاع البولندا برده اللي هو بتاع الفريق الذهبي بتاعهم موجود على البنش. فساعتها ما اتخضتش هم خلاص. لا خلاص هم كده ماشيين على الطريق الصحيح وعارفين بيعملوا ايه. بس مين الحصان الاسود في البطوله دي لحد الان كابتن محمد؟ انا لسه عند كلامي من المره اللي فاتت. انا بصراحه برده من ضمن الفرق اللي معجب بيها مع بولندا البرتغال. البرتغال ما اداه ده لو حضرتك تتذكري قلت برضه على نفس الكلام النهارده عملوا مباراه عاليه جدا 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 مع النرويج خسروا فرق هدف. عاملين مباراه قويه جدا. فبرضه البرتغال من الفرق اللي انا كنت متوقع كده يعني قلت هتعمل مفاجاه او تبقى الحصان الاسود في البطوله دي. بس خليني اقول لحضرتك برضه اللي انا برضه وقفت عنده منتخب سويسرا. بالظبط كنت لسه اكلمك عليه. منتخب سويسرا بيأدي مباريات عاليه جدا بالرغم من منتخب سويسرا بعيد عن مشاركات كاس عالم من 95 في ايسلندا. جت بعد ما امريكا اعتذرت. اكيد انا النهارده كمنتخب او دوله مش مشاركه في كاس العالم اكيد مش عامله معسكرات مش عامل اعداد مش عامل اي حاجه يعني ولكن مستوى عمال يرتفع من دور لدور. النهارده شايفينه بيكسب النهارده ايسلندا مع ان ايسلندا مدرسه كبيره في كره اليد بيكسب منتخب ايسلندا 2018. فده المنتخب انا قلت البرتغال كان حصان اسود ده كان توقعاتي من قبل ما تبدا البطوله. لكن المفاجاه في البطوله لغايه دلوقتي سويسرا. مش عامله نتائج مبهره لكن بالظروف المحيطه او الظروف اللي دخلت بيها سويسرا او هي بعيده عن مشاركات في بطولات العالم وتمشي بالخطوات دي المفاجاه بالنسبه لي. يعني حضراتكم ما اتكلمتوش مثلا على فرنسا. فرنسا من اكتر الدول في العالم حصولا اعتقد على بطولات ست مرات. بطولات العالم ست مرات. مستوى فرنسا ايه؟ لا ما انا اتفرجت عليهم ما اقنعونيش برضو للاسف يعني رغم ان انا من عشاق منتخب فرنسا لكن مش هي دي فرنسا. طبعا هم منتخب قوي لكن مش هي دي يعني بسبب الجائحة كورة تانية. لا هم بيمروا حاليا بفترة احياء وتجديد يعني نجوم الفرقة معظمهم يعتبروا مش موجودين ونيكولا كاراباتيتش جاله رباط صليبي قبل البطولة كانت تعتبر ضربة قاسمة للمنتخب يعني. فطبعا منتخب قوي لكن مش ما اقنعونيش زي منتخب كرواتيا منتخب قوي لكن لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ما قدمش اوراق اعتماده زي ما بيقولوا. فممكن يكون مع الادوار الجايه او مع الماتشات الجايه يعلى خطوه بخطوه ويخش جوه البطوله. انت شاركت كتير يا كابتن محمد اصلا ليك كم مشاركات دوليه كتيره جدا. تفتكر ايه يعني كانت اصعب مشاركه ليك مع اي منتخب وفجاه حسيت في نص الماتش يعني او المباراه ان انت هتحققوا حاجه مش هتحققوا حاجه امتى حسيت بده؟ والله كل ماتشات الفرق الاوروبيه دايما بتبقى صعبه يعني. بس دايما الماتشات اللي بحس ان هي فعلا صعبه هي ماتشات الدول الاسكندنافيه يعني. دايما كنت يعني مثلا لما نلعب فرنسا بنعرف نلعبهم. ليه؟ فرنسا لعبهم شبهنا على المهارات الفرديه والواحد على واحد. كرواتيا نفس الموضوع. اسبانيا لعبهم مزعج جدا لانه برضه هم شبهنا ومتميزين كمان اجسامهم اقوى. لكن دايما اللي كنت بحس فيه ان الموضوع صعب هي الدول الاسكندنافيه يعني اللي هو سواء نرويج دنمارك السويد في عزها لكن حاليا برضه السويد مش هي السويد بتاعت زمان. دول دايما بنحس مش عايز اقول بصعوبه لكن بتحس فعلا الموضوع اولا هم يعتبروا كلاس ايه في التكنيك احسن تكنيك في الهاندبول سويد الاسكندنافي النرويج سويد دنمارك اعلى تكنيك سرعه قوه عنف في اللعب عنف مش عارف اقولها ازاي مشروع بمشروع بنظافه يعني هو بيلعب قوي يعني يلعب قوي ما ياخدش بس شيك بالظبط. فدايما كانت بنحس بصعوبه ناتج كبر اجسامهم كمان اكيد. طيب هناخد بس انا عايزين كمان بنتكلم عن الناحيه الفنيه لكن كمان عايزين نخرج بالايجابيات من تنظيم البطوله و
اكيد متابعين الصور الرائعه مثلا منتخب اليابان على على البحر، بتتكلم على منتخب المانيا وزيارته للاهرام. كمان النقطه دي مهمه جدا ان التنظيم ما كانش بس لغايه دلوقتي تنظيم اكتر من رائع، وان شاء الله يكمل ان شاء الله بالمستوى بالمستوى الفني. لكن الصور اللي حضراتكم شايفينها قدامنا ديت كمان رسائل مهمه جدا جدا، يعني بتوصل للعالم كله ولكل البلاد. اعتقد ده منتخب البرتغال، يعني شفنا منتخب المانيا كلهم. الصور دي يا جماعه كلها بتنشر على الوسائل الاعلام الدوليه في وفي بلادهم وكل بلاد العالم يعني بصراحه. ده كلمونا بقى كمان على الرحلات دي السياحيه دي. هي بصراحه دي زي ما حضرتك بتقول رساله بصراحه للعالم كله. يعني انا برضو تابعت كده، كان في مؤتمر صحفي بعد ماتش المجر والمانيا، ازاي المجر بتشيد بالاجراءات الاحترازيه واللجنه الطبيه والتنظيم اللي حاصل. فعلا مجهود قوي جدا جدا من كل الجهات المعنيه بتنظيم البطوله. النهارده حتى برضو لفت نظري في المدرجات سياده الوزير شاب الرياضه الدكتور اشرف صبحي، لا حتى تسقيفه ووقفته بعد المباراه طبعاً. وازاي الدوله كلها وراك وبتدعمك. ففعلا كل الناس بتشيد بالتنظيم وبتشيد بالمجهود اللي حاصل. ده كابتن حسين طبعا لبيب معانا مدير البطوله دي، بيقول انا لسه بشتغل يعني لحد دلوقتي، يعني لسه كان في مكتبه طبعا دورية لغايه بالليل كل يوم اجتماعات وكل يوم كل الناس بصراحه ما حدش بيبخل مجهود عشان يطلع البطوله تنظيميا ورساله للدول العالم ان شاء الله تطلع في احسن صوره وتكمل على خير ان شاء الله. لان حتى المسؤوليه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها طبعًا. دي ازاي انت منظم واثناء البطوله انت متوتر جدا وقلقان جدا لا قدر الله ان شاء الله ما حصلش اي حاجه، بس ازاي مسؤوليتك وانت سواء مسؤول او غير مسؤول انت عايز الامور تمشي كويسه، فبتعمل طبعًا. اقصى مجهود طبعًا. عندك عشان لا قدر الله ما يحصلش حاجه عشان نجاح البطوله. فدي افتكر كابتن محمد الصور دي افتكر كابتن كمان بتكمل المشهد بالظبط، بتكمل مشهد التنظيم، بتكمل مشهد سير المباريات والبطوله لحد دلوقتي. احنا بنتكلم عن اربع صالات عن اربع مدن مختلفه تقريبا صح بتقام فيها المباريات، فدي بتؤكد كمان يعني رياده مصر واستقرارها كمان في وخاصه في الفتره دي. انا بس حابب يعني اقول للناس اللي كانت قبل البطوله، انا بتكلم مش الناس من جوه مصر من بره مصر، الدول الاوروبيه كانت بتهدد ان هي مش هتيجي وان مصر مش هتقدر وان البطوله دي هتفشل. كل الكلام ده كنا بنسمعه لحد قبل البطوله باسبوعين ان الموضوع صعب وفي فعلا لعيبه اعتذرت ان هي خايفه تيجي فانا عايز اساله دلوقتي اخباركم ايه؟ يعني انتوا حاسين بايه؟ يعني تراجعوا علينا وزعلانين بالظبط. المنتخبين اللي تراجعوا بتقصد المنتخبين اللي تراجعوا؟ لا 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 تراجعوا دول دي كانت ظروف غصب عنهم. هو طيب كان في معسكر لا لا في لعيبه فعلا كانوا متخوفين هم يجوا بالظبط. يعني في منتخبات هددت ان هي مش عايزه تيجي وان ازاي بطوله زي كده تلعب في توقيت زي ده وان موضوع زي كده مش هيفشل والموضوع هينتشر والمنتخبات مش هتعرف تلعب. انا عايز اقول لهم دلوقتي اخباركم ايه؟ عملتوا ايه؟ في لعيبه فعلا في منتخبات بدون ذكر اسامي اعتذرت بالظبط، اعتذرت مش عشان اصابه ولا اي حاجه، علشان هو خايف من كورونا. فانا عايز اقول له بعد ما انت شايف الصور دي اكيد زعلان دلوقتي يقول بالظبط وزمايلك قاعدين في الشمس وفي الاهرامات وكان ايه اخبارك دلوقتي عامل ايه؟ فاحب ان الرساله دي توصل له واقول لا طبعا تنظيم ولا احسن، وده مش جديد على مصر بصراحه. يعني وحاجه يعني لما انا عارف لما بنحب نحط دماغنا في حاجه بنعملها حقيقي. احنا مصر غير البطوله دي 2016 نظمنا بطوله افريقيا في عز ما كان في جمعه مش عارف ايه، وكان كل الناس برضو بتقول صحيح. ازاي هننظم بطوله في توقيت ده؟ لا بالعكس نظمناها وكانت بالجماهير وكان يعني الاستاد القاهره ده ما فيهوش مكان لحد يقعد فيه. فطبعا ده مش جديد على مصر. كوره كمان ده مش هاند بول بس كمان ده بيلاروسيا، وانا عارف ان لعيبه الهاند بول كمان بتحب تلعب فريق بيلاروسيا طبعا، ان شاء الله يلعبوا كره قدم قدامنا على نكسب كتير. لا طبعا صوره جميله جدا وصوره رائعه، وخلي بالكم الصور اللي احنا بنشوفها دي كمان بتوصل هناك طبعًا. يعني ده الاروع اللي فيها ان احنا كمصريين سعداء بالصور ديت، لكن كمان الصور دي بتوصل لكل يعني كل واحد فيهم. اكيد انتوا عارفين دلوقتي سناب شات وبيبعت الفيديوهات لاولاده ولاهله، فشيء جميل جدا. وان شاء الله تستمر الفرحه ديت والاحتفاليه ديت ان شاء الله كمان على المستوى الفني، ونرجع له تاني المستوى الفني. حضراتكم تقولوا لنا ان شاء الله باذن الله يعني وصول منتخب مصر، يعني ترتيب ازاي الوصول لدور الثمانيه، احنا دلوقتي في الدور الرئيسي ان شاء الله ازاي نوصل لدور الثمانيه ومين الفرق المرشحه تكون تقابل مصر في دور الثمانيه.
احنا ان شاء الله عندنا مباراتين زي ما كنا بنتكلم، عندنا بيلاروسيا الماتش المباراه اللي جايه يوم الجمعه، يوم الاحد هنلعب سلوفينيا ان شاء الله نكسب، هنقابل من المجموعه الثانيه، وانا يعني متوقع فرقه الاولى هتاخد دنمارك اول في المجموعه الثانيه اكيد يعني توقعات يعني بالنسبه للامكانيات الفنيه والشكل وكده، بطله عالم عندها الامكانيات الفنيه، فاتوقع الدنمارك، وفرقه اتوقع طبعا كرواتيا، بس كرواتيا قطر يعني هو فانا اتمنى ناخد اول عشان ما نصطدمش في قطر كمان جابوا اثنين لعيبه، كابوتي كان عنده كورونا وخاف لعيب تقيل طبعا، لعيب جدا اجمد لعيب اطراف المنتخب، هو وجد ثاني يعتبر من اهم اثنين لعيبه موجودين في منتخب قطر، والمش الغريب يعني ده اللي عشيه دول ان طبعا بيلعب من غير اثنين لعيبه مهمين جدا، مع مدرب محترم طبعا اوليفيرا من احسن مدربين في العالم برضه، اسباني من رواد المدرسه دي يعني، فهو طبعا اضافه كبيره ليهم ومنتخب عربي ونتمنى ليهم التوفيق يعني. هو اي حد طبعا النهارده عايز يشارك المجال تقريبا الجوي مفتوح صح بالزبط. يعني النهارده في البطوله دي برضو كان كابتن حسين بيتكلم النهارده معانا في الموضوع ده انه اي لاعب ممكن يعني اي منتخب عايز يستخدمه بيجي في اي وقت. بس كابتن محمد بس من ضمن القائمه المبدئيه اللي اتبعتت يعني في الاول خالص، هم بعتوا لحد اول قائمه في البدايه خالص بعتوا قائمه فيها 35 لعيب ده للاتحاد الدولي تمام، قبل البطوله مباشره بيبعت القايمه فيها 24 لاعب، ال 24 لاعب قايمه البطوله 20 والسكور شيت اللي بتتسجل في مباراه 16 تمام، ال 20 دول القايمه الاساسيه، الاربعه يقدر يستعين باي لاعب من الاربع لعيبه في اي توقيت، يخرج لعيب من ال 20 ويدخل لعيب من ال 24 فهو من حقه يدخل اي حد، بس من داخل ال 24 اللي مقدم قائمه من داخل القوائم اللي هم قدموا للاتحاد الدولي قبل بدايه البطوله، اختصر ال 35 ل 24 بالظبط، هم ال 24 دول اللي بيشاركوا يقدر يستعين باي لاعب داخل ال 24، ودي عشان الظروف الاستثنائيه اللي هو في العادي ما تبقاش كده يعني. أيوه. طبيعي ما كانش كده طبيعي. كلمه في الاخر تحب توجهها كابتن محمد وليه حضرتك كمان لمنتخبنا الوطني في البطوله دي، كلمه كابتن ابراهيم محمد الاول. كابتن محمد احب اقول لهم طبعا املنا فيكم كبير، عندكم الامكانيات، انتوا لعيبه على مستوى عالي جدا، الجيل ده طبعا مش عايز طبعا مش بقل من الجيل اللي فات طبعا، بس ده جيل فيه مميزات كتير جدا، كل جيل وليه طريقته ليه مميزاته، ولكن نامل ان شاء الله يروحوا لابعد نقطه ونحقق البطوله باذن واحد احد يعني. عجبني جدا جدا لمتهم بعد ماتش السويد وازاي اللعيبه الكبار سواء احمد الاحمر سواء كريم هنداوي سواء المصري سواء اسلام حسن ازاي قعدوا مع الفرقه حفزوهم، ازاي عندهم الاصرار، فبقول لهم ان شاء الله خليكم زي ما انتم ماشيين بالقوه دي بالاصرار ده بالعزيمه دي، خدوا المباريات اللي جايه مباراه مباراه، مش عايزين نبص لدور الثمانيه، احنا عايزين نبص مباراه مباراه، اجتهدوا على قد ما تقدروا قاتلوا يعني. عجبتني جدا جدا في مداخله النهارده مستضيفين احمد الاحمر بعد المباراه مباشره، لقيته بيقولها كده بالعاميه يعني احنا متفقين احنا واللعيبه عشان نخسر ونخرج من البطوله دي، عايز يقول يعني ايه ان احنا موت احسن ما نطلعش من الملعب. فعجبتني قوي الكلمه دي بصراحه، الروح دي حلوه جدا جدا، استمروا على كده وان شاء الله ان شاء الله نبارك للشعب المصري كله ولكل منظومه كره اليد بعد البطوله باذن كابتن الله. كابتن ابراهيم سريعا واخيرا اقول لهم كملوا على كده، ما تفكرش في اي حاجه سلبيه، شيل الضغوط من عليك، العب، اللي بيفكر في ضغوطه بيعمل حسابات بيعرفش يلعب، شيل اي ضغوط، شيل اي كلام سلبي دلوقتي، ما تحاولش تبص لاي اخبار سلبيه لان اي اخبار سلبيه تاثر عليك وعلى لعبك وعلى تركيزك، ركزوا مع بعض، لموا بعض زي ما كابتن محمد قال، اقفلوا على نفسكم ال 10 ايام ولا 15 يوم الجايين، بعد كده بقى بص على الاخبار وبص على السوشيال ميديا وبص على كل حاجه، هتلاقي كل حاجه موجوده زي ما هي، مش هتروح في اي حته بس بعد البطوله يعني، بلاش جوه البطوله عشان فعلا الاخبار ساعات السلبيه بتاثر، في لعيب يكون ما عندوش ثبات ممكن تاثر عليه. وكمان انا بتفق معاك كابتن، وكمان يعني نقطه كمان ان التفاؤل الزياده كمان مش مطلوب، او بالزبط. الفرحه الزياده مش مطلوب، البالانس ولا الحزن الزياده ولا الفرحه الزياده بالظبط، فده يعني ان شاء الله نتمنى يعني انت رقم واحد في الحاجات دي راجل يعني ما شاء الله يعني. هي طبعا هي الرياضه عامه يعني كره القدم وكره اليد قريبه، لكن دايما يعني الفرحه الزياده بتبقى والزعل الزياده، فان شاء الله بهذا المستوى وبهذا الأداء وإن شاء الله منتخبنا يوصل لأبعد نقطة،
طبعا في نهايه البرنامج بنشكركم شكرا جزيلا كابتن محمد، طبعا شرفتونا ونورتنا، شرفتونا، وان شاء الله بقى نشوفكم بقى في الادوار اللي جايه وان شاء الله لغايه ما ناخد كاس العالم ان شاء الله. شكرا كابتن محمد يحيى، شكرا كابتن محمد ابراهيم، شرفتونا. بكره ان شاء الله مشاهدينا بيتجدد اللقاء ده من 10 لـ1 في البيت الكبير. صباح على خير.